السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة في برنامج جيل شايفه هو برنامج كويس، بس العيب بتاعه اللي هو يعني في ناس ممكن تقول لك مش هنزله، مش عايز انزله، مش كويس، في برامج تانية احسن منه. بس انا جربته، هو اسمه KMB، برنامج للبلاير اللي هو تشغيل فيديوهات وتشغيل الفيديو بجودة كويسة. انت بتنزله عند برضك على متجر بلاي، وبعد كده بتفتح البرنامج. مثلا لما نيجي نشوف جودة الفيديو، مثلا هنلاقي الفيديو عامل جودة زي ما انتوا شفتوا كده، جودة الفيديو مش وحشة، كويسة. بس في ناس تقول لك الإعلانات اللي تحت دي مش عايز أعملها، أو مش عايز، بتضايقني أو كده. أنت ممكن تشيلها ببرنامج، البرنامج ده لسه يعني هشرحه. هو برنامج كويس لإزالة الإعلانات من أي أندرويد، وهو برنامج كويس. أرجو يكون الفيديو عجبكم. لايك وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم.